بالنسبة لي أنا فريق الرجاء البيضاوي فريق ديال الألقاب، ما يمكنش ليه غادي يوقف على رئيس ولا كذا. هادي ناس خدامين، كيبان لي التشكيلة اللي كاينة هاد العام اللي سميتو داو بها ثلاثة ديال الألقاب، ما يمكنش ليهم غيكون قل منها كلعابة في مستوى. حتى اللعابة اللي مشاو جاو لعابة أخرين في نفس المراكز ديالهم وداك في نفس المركز ديالهم، ما كنظنش غادي يكون شي تغيير كبير. وحتى اللعابة اللي جابوهم في مستوى، اللعابه اللي جابوهم جا في مستوى، يعني مستوى ديال اللعابه اللي مشاو. وبالنسبه للصراع ديال كرسي الرئاسه في الرجاء البيضاوي، ما كيهمناش حقاش كاينين حكماء في الرجاء هما اللي كيتحكموا في داكشي، بقى عارفين المسؤوليه اللي عليهم وداكشي. والرجاء الحمد لله غتبقى ديما في مستوى ديالها، ما يمكنش غادي تتغير بلعاب ولا جوج لعاب. بالنسبه للانتدابات، انا مع الزيات، مشى ب البيدجي اللي عنده، مشى بسميتو، ما يمكنش ليه هو غادي يجيب لعابه اولا غيدخلوا شي منخرطين باش يقولوا ليه شنو دير شنو كذا. وهادي وعارف البيت الرجاوي شنو خاصو، عارف الاجواء الداخل شنو كذا. راه ما يمكنش رئيس كيجيب ثلاثه القاب وكتجي نتايا في الاول كتقول لي حيد اولا. هادي هو عارف الامور اللي عليه. الا كان شي حاجه راه يتفقوا رؤساء الحكماء مع بعضهم، وغيديروا الرئيس اللي غيكون كفء لهذه المهمه. ما الرجاء البيضاوي تيبقى ديما هو ما تيهمناش شكون غادي يكون رئيس في الرجاء، المهم هو تكون الرجاء غادا في المستوى ديالها وكذا. هذه وتحيه لكم اخويا. بغينا رئيس بعقله اخويا، فهمتي؟ بغينا شي رئيس بعقله ويكون مزيان، وتزيد الرجاء تزيد لقدام ان شاء الله. هذا الشيء اللي باغيين، وديما رجاء ان شاء الله. هذا العام الجاي نديروا البطوله ونديروا الكاس العرب ان شاء الله يكون خير، ديما رجاء. بالنسبه لي انا من اشد المتفائلين الموسم ديال الرجاء هذا العام. اول حاجه حيت حافظوا على الفريق ديالهم، وثاني حاجه غادي يلعبوا الواجهات بثلاثه. اما بالمشاكل الاداريه، تيبان لي بان الزيات مشى مع الفكره ديال الجمهور، والجمهور خصو يبعد من الاداره الا بغاو الفريق يمشي بعيد. اما شارجي 5 دراهم وبدا تغوت على الرئيس بجميع الفرق المغربيه، هذا ماشي. الجمهور خصو يكون حدو التيران، خلي المسائل الاداريه يدخل يشجع يتفرج في كره ويخرج كما كنا تنديروا في الثمانينات والتسعينات. وهذا هو الراي ديالي. انا بحكم انني رجاوي تنتمنى الرجاء دي جميع الالقاب.